سلام. هلا عبد الله. هلا والله بالشطي، حياك الله. على الشطي. فالمسيح من لمس جبريل عليهم السلام. زي مولانا الله جل وعلا ليش عفوا استخدم كلمة يستنكف؟ استنكف كلمة يعني بالبلاغة، شو معناته؟ الاستنكاف هو يعني فيه كبر وغرور، يعني أشد درجات الاستنكاف. يعني ولذلك لو رؤوسهم فهو لو فابن عباس قال يعني عملوا كده. رضي الله عنه. فالكافر يظهر منه الظاهر أولا، الله، والباطن بعدين، الله الله الله. إنما المسلم يطلع منه الخفي أولا، الله أكبر. ولذلك قال في آدم إن لك ألا تجوع فيها ولا تحيا. الجوع قبل الإيه؟ قبل العري. وأنك لا تظمأ فيها ولا تخفى. الظمأ قبل الإيه؟ الشقاء. لا، التضحى اللي هو البروز للشمس، العرق. نعم. يعني نعم، الظمأ خفي والعرق ظاهر. كله ما شاء الله. إنما قال في إبليس أبى واستكبر. الإباء شرور أو شراد ظاهر، وبعدين الكبر في النفس. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ. إن في صدورهم الصدر خفي، الكبر خفي في الصدر. ومن ذلك إنه المتنبي لما مدح سيف الدولة، أيوة، قال له وقفت وما في الموت شك، كل واقف كأنك جفن الردى وهو نائم. يا عيني فمر بك الأبطال كلما هزيمة، وجهك وضاح وثغرك باسم. يا عيني يا عيني، قالوا له لو حطيت الشطر. البلاغة دي يا عم الشيخ، أنت بتاع دين ولا بتاع لغة عربية ولا إيه؟ بس قول ما شاء الله ما شاء الله. من البيت الثاني، لكان الشطر الأولاني الثاني من البيت الأولاني لكان أفصح. قال أستغفر الله. الله. إحنا قلنا قال كأنكم لم تقرأوا قول الله تعالى في آدم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرق، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وبعدين قال وكأنكم لم تقرأوا قول امرئ قيس. أيوة. كأنني لم أركب جوادا لخيثانتي، ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال، ولم أسبأ الزق الروي مقالة، ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إدفالي. لأنه لو حط البيت الثاني ليه؟ لأن الفارس يبقى راكب على الحصان، العروس أمامه والسيف في إيده. الله. يدافع، لأنه لو وضعها وراه هياخدوها، إنما قدامه هو قدامه شايف العروس مين؟ الزوجة. الزوجة يعني أو المحبوبة. إنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. هذا كلام الفرزدق. يا عيني يا عيني. ما فأنت الاستنكاف يعني ظاهر. أولا لو جبت القاموس ومشيت محط محل الكلمة القرآنية دي ولا غير دي لم يصل. كما قال صاحب التحرير التالي اللي هو ابن عطية. نعم. الأندلس. فلما جاء عند كلمة بنكر قال لو حطيت القاموس كله عشان يعبر عنها ما يعبرش. أحسن. فلذلك وصدق الله العظيم يا مولانا. لمحت ليش عبر بالاستنكاف؟ لأنه أقوى من الشراد ألف مرة في النفس وفي الظاهر والباطن. أحسن. لو بعدين مادة السنكفة برضو فيها قوة. نعم. ألف سين تاء دي فيها قوة. لا استدعاء بقى. إيه؟ السين والتاء ده. إيه ده؟ نعم. ولذلك الناس يقولوا أنت مناكس ليه؟ أحسن أحسن. مولانا الملائكة المقربون منه خالد الله خالد. جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ولا في غيرهم؟ والنت عليه. لا أدري هم الأربعة.